باشمهندس محمد، أظن شركتنا الوطنية اكتسبت خبرة ممتازة جدا في طول تعاملها مع مشاريع الطرق. طريق زي اللي احنا فيه دلوقتي، طريق القاهرة كيب تاون أو طريق مصر أسيوط الغربي، أظن برضو سرعة الإنجاز فيه بتقول إن احنا أخذنا هذه الخبرة وبنتعامل مع الأرض ومع الواقع بسرعة. إزاي أنتوا تعاملتوا مع هذا الواقع بالسرعة الكافية لغاية ما توصلوا لإنجاز يرضي مرتدي هذا الطريق؟ بص حضرتك، احنا الاول تمام، اول بنستلم المشروع بندرسه، شوف متطلبات او حجم الاعمال المطلوبه مننا ايه يوميا تمام، وبالتالي بنزود العماله وبنزود عدد وردات الشغل. يعني احنا عندنا دلوقتي، انا عندي حضرتك خلاطين 120 طن ساعه اسفلت، وعندي فنشرين اسفلت، وعندي خلاطه خرسانه للاعمال الصناعيه ورصف الخرسانه، وبالتالي شغال ورديه 24 ساعه، ورديتين في اليوم، فبالتالي بحقق جودة عالية وفي وقت قليل. طيب في جودة، في تنفيذ الأسمنت مثلا بتنفذ قد إيه في 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 التوقيت؟ حضرتك في التوقيت الحالي لأن الجو حرارة بنفس حوالي 300 متر طولي في اليوم. نظرا لارتفاع درجة الحرارة، المفروض الخرسانة حرارتها ما تزيدش عن 30 درجة. فبالتالي بتغلب على ده إن أنا بزود المية، بزودها بتلج عشان أقلل درجة حرارة الخرسانة. وبالتالي لما الجو بس هيتحسن هتشتغل إيه؟ نهاري وليل. ان شاء الله. اظن يا باشمهندس ما عادش عندك مشكله في المعدات، لان كتر المشاريع شغلت شركات تانية شغاله في ايجار المعدات. تمام، وانا عندي العماله الكفر اللي يعني ايه الموجوده اللي بتنفذ الكلام ده. طب دلوقتي احنا عندنا طريق اسفلتي ثلاث حارات، ده غير الطريق اللي بيتم رفع كفاءته اللي هو الطريق القديم. في تعاملات مختلفه بين الطريقين اكيد في التنفيذ، في التنفيذ عند حضرتك، فازاي بتقسم العمل بحيث العمال يشتغلوا هنا شويه وهنا شويه؟ احنا عندنا كل طريق ليه طقم خاص بيه، او كل طريق ليه عماله خاصه بيه. الطريق الاسفلتي اللي هو الثلاث حارات ليه طقم خاص بيه، والطريق اللي هو رفع الكفاءه او الصيانه ليه طريق ناس خاصه بيه. فبالتالي انا بوزع العماله كل واحد في مكان، كل تخصص في مكان، عشان احقق اقصى سرعه في اقصى زمان. باشمهندس، ممكن يجي لك عامل مثلا في البدايه ما كنتش يعني اشتغل قبل كده في مثل هذا المجال، انت بتدربه او بترفع كفاءته؟ بياخد دورات، لو هو فني بيتدرب على المعدات، هو كادر مهندس او مساح او حاجه بياخد دورات تدريبيه خاصه بالاجهزه المساحيه وكلها. انت مدرك يعني ايه ان احنا بنعمل طريق بهذه الضخامه من القاهره لجنوب مصر يصل بعد كده لعمق افريقيا؟ يعني قد ايه هذا الحمل الفني عليك والعبء يمكن الوطني حتى عليك؟ بص حضرتك، يعني احنا شغالين، عايز اقول لحضرتك، ليل ونهار، يعني واخدين استراحات ومتمركزين في موقع العمل، مفيش اجازات، عشان نحقق الجوده العاليه في الوقت القليل. اللي انت يعني حضرتك لو بصيت لحجم العمل يعني حصل في وقت قليل جدا بالضخامه دي اللي انت حضرتك شايفها.